أين نحن عن تاج الأذكار؟ تريدون تاج الأذكار؟ اتفقنا، تاج الأذكار سوف أخبركم به وقد سبق في مناسبات، وأوصيكم جميعا أن نعمل به، ومن لم يستطع فليخرج ورقة وليكتب تاج الأذكار، يكفيه من كل ذكر إذا قصر، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، اسمع، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، وكانت له عدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر أو قال بأكثر مما قال أو عمل بأكثر ما عمل. هذه 5 في الصحيحين لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان كزبد البحر. تدري أن تأخذ دقيقة واحدة